كابتن ضياء السيد، مساء الفل يا فندم. الحمد لله على السلامة. من الأجازة أجازة سعيدة يا شمال، خد بالك أنت بقيت تضرب يومين في يوم في النص كده. لا بس احنا خد بالك الفترة اللي فاتت دي كان عندنا شغل في مجلس شيوخ كتير قوي والله، فبنتأخر شوية بتبصلنا بليغ وبتضحك عليه تنصص له الحلقة كله لا انا خد بالك انا يعني لما بكون مشغول والله او تعبان ايوه لازم ابقى موجود، خد بالك انا بهزرش في الشغل انت عارف. خد وقت الحلقه انت بتعنصر ليه عليه طيب؟ لا ده سيستم، ده سيستم معمول سيستم مش بالكيف يعني. ما كله بالسيستم يا باشا. طيب ما كله سيستم، بس احنا عندنا سيستم بجد انا عارف وجداول ونظام، يعني احنا مش زي اتحاد الكوره. لازم تلطش لطشايه. لا ده في لطشه جايه في الحلقه بتابعني. ده انت لسه ما سخنتش. لا ما انا لسه اكتر حاجه بتفرسني لما بلاقي السوشيال ميديا مقلوب عشان خاطر في لعيب عنده اصابه هيلحق فاينل الكاس ولا لا، زي ياسر ابراهيم وانا عارف انه احسن مدافع في مصر دلوقتي مستقر المستوى، زي زيزو انا عارف اديت مثال يا جماعه ليفربول النهارده وكل الدنيا تماما. لاعب 6 لعيبه من الاكاديميه النهارده ونهائي وماتش صعب مع تشيلسي، يعني مش ده يعني الراجل شغال مع كل الناس وبيجهز وعنده 11 لعيب اساسي مصابين وفاينل. طبعا هي البطوله الاقل لكن بطوله في النهايه كسبها يعني. طبعا انا باخده كنموذج لفكره الهاري بتاع الاول ما لعيب يقول لا مش الهاري يغيب، فكره تبقى خليك عملي، فكره ان المدربين لازم تشتغل على قطاع كبير من اللعيبه تجهزهم طبعا طول ما انت طول الوقت تشتغل، خصوصا الاجندات بقت مزدحمه فانت لازم تشتغل على قطاع كبير من الصغيرين. انت عارف يا كابتن ضياء انا ما بشوفش المدربين بتشتكي، ده الشكوى جمهور وسوشيال ميديا واعلام، يعني انا عمري ما شفت كولر طالع يقول لك الحقوني انا مش عارف اعمل، انا غايب عندي 10 مثلا او 6 او 3 او 5. الماتش اللي فات ما عندوش نص ملعب تقريبا، لعب لقينا كريم نيدفيد جاهز ولقينا عمرو السوليه جاهز مع لا بالظبط كده عادي، ولا عمري شفت جوميز بيقول لك انا ما عنديش هاف ديفندر مثلا جامد عادي يعني ما فيش مشكله لا ما فيش مشكله ان شاء الله ما فيش مشكله. فدي حاجه بصراحه احنا عايزين بقى الطياره حكت في البرغوت فالحق مش عارف احنا بقينا مدلعين، السوشيال مدلعه اللعيبه قوي يعني الجمهور بيبقى بيخاف اكتر من الناس لكن معاش يعني انا عايز ارجعهم يعني ما قبل 10 سنين فاتوا. بالظبط مش كده؟ طبعا ده متهيألي لو شافوا اللعيب نازل في التلج دلوقتي يقول لك حرام اللي بيعملوه في اللعيبه ده. لا ما شافوش الرحله دي كانت بتقعد 3 ايام. مش كده يا كابتن؟ الرحله كانت بتقعد 3 ايام. وكان الاهلي او يلعب في افريقيا او الزمالك او اي نادي بيتاجل له اسبوع ماتشات وتاجل له معرفش ايه وترانزيت 16 ساعه في اثيوبيا ولا في كينيا ولا تفتكر كينيا واثيوبيا حواديت يعني. هل انت راضي عن اداء الاهلي في ماتش ميدياما اللي هو انشطر شطريني؟ لا طبعا راضي الشوط الثاني تماما. ودي حاجه غريبه، ايه اللي حصل بين الشوطين؟ يعني التوجيهات بقت اكتر صرامه والتوجيهات بقت انك انت خد بالك انت كده ممكن تخسر لو ما ضغطتش في نص الملعب، ما عملتش التحولات اللي بتعملها بشكل كويس في الضغط، ما ضيعتش الفرص اللي بتجيلك في الماتشات اللي زي دي في وسط ملعب او جو. وده اللي حصل، كل التعليمات وكل الناس اشتغلت كويس الشوط الثاني بصراحه، اشتغلوا كويس قوي وكسبوا. عشان كده سهل انك كنت تكسب لما تعمل شغلك انت، شغلك اللي احنا متعودين عليه. والراجل قال ده في المؤتمر الصحفي تحديدا يعني. فانا بشوف ان التغير ده طبيعي جدا، انك انت تنقل نفسك النقله دي من التراجع، من عدم الضغط في نص الملعب، عدم الضغط في الاطراف. في النهايه الحمد لله يعني عديت، وفي نفس الوقت الناحيه الثانيه الماتش بتاع بوليسداد خدمك، النتيجه خدمتك فصعب. ده نتيجه يا كابتن ولا في الاحلام 4-0 طبعا، بس كانوا يعني انا شفت جزء هايلايتس كده من الماتش أوي. كانوا وحشين جدا والناس التانية كانوا يعني فايقين. خد بالك الفرق التنزانية السنة دي غير، وانا بقولها لا ماشيين بشكل كويس بصراحة. صحيح يعني الفرق التنزانية خد بالك الاهلي اتعادل هناك مع يانجا افريكانز.
ومع سيمبا في الاهلي دوري فرط في المكسب هناك. ومع سيمبا تعادل رايح جاي لو تفتكر برضه في الدوري ايوه الافريقي، بس الفرقه مظبوط، التنزانيه السنه دي افضل في بصراحه. تصاعد، في تصاعد. انا بقول الاهلي يطلع تاني ونريح دماغنا ولا ايه يا كابتن؟ والله صعب يعني هتتعمل، صعب ان النادي الاهلي ينزل ده يلعب على دي، او اي فرقه يعني، اي فرقه صعب انها بس تنزل خد تلعب بالك، ده على الاهلي. التواني مين يا كابتن؟ ده التواني سان ما داونز انا وسيمبا والترجي. سمعتك شفت. لكن هي سان داونز هيكسب وهيبقى اول مجموعه، انا متاكد انه هيكسب يعني. الله اعلم. في النهايه ومازيمبي برضو فرقه دمها تقيل. اللي عايز، لا بقى ما خلاص انت دخلت في مرحله ما فيش دم تقيل ودم خفيف. لا انت ما اول ما بتعدي المجموعات خلاص يا باشا انت داخل في النوك اوت، وانت عارف وانت خد مجرب بالك هما متعادلين في كل ومتعود. حاجه، في الاهداف وفي الفوز وكل حاجه، مازيمبي وسان داونز. بس الماتش على ملعبهم ممكن يختلف يعني. يعني هم بقى لو عايزين يبعدوا عننا يبعدوا بقى، يكسبوا. يعني هو اقرب طبعا سان داونز انه بيلعب على ملعبه. طبعا. طيب كابتن ضياء، حصل حاجه لطيفه جدا ايوه وعايز اخد رايك فيها قبل ما نختم، يعني لازم تمام، الحته الدبوس دي. انا عارف عارف انت لا بتحب ما هو تحطني في وش المدفع، عارف. لا قول. يعني الاتحاد الكره اعلن انه، او الرابطه اعلنت ان حصل قعده مع كابتن حسام حسن، وانه خلاص يعني بعد يوم 12 يبدا المعسكر بعد ماتشات يوم 12. فجاه امبارح ولا اول امبارح الجدول في ماتش انبي والاهلي يوم 16 بين 17 يا شباب مش فاكر حاجه كده، تمام. اتحشر ماتش انبي والاهلي فجاه يوم 15 اتنطط كابتن حسام حسن وراسه خبطت في السقف، هو تعرف ما عندوش شعر كمان فمشكله، ونزل في الارض. قام بعدها بكام ساعه اللي رجع الرابطه تاني قالت لك لا يا جماعه احنا هنشيل الماتش اصل وفق التنسيق احنا كنا واخدين موافقه كابتن حسام، وفجاه بعد. عندك تفسير للكلام ده؟ ولا يجوز يبقى في معسكر للمنتخب كابتن حسام حسن عايزه بدري شويه ما فيهوش الدوليين طبعا او المحترفين خارجيا يعني، وتلاقي لعيبه الاهلي مش موجوده؟ لا ما هو يبقى ملوش لازمة ملوش لازمه المعسكر يعني. يعني، دي محتاجه فقاقه؟ ما هي احنا عملية التنظيم عندنا كالعادة زي ما انت عارف، التنظيم الإداري يعني اجتماع حسام مع الرابطة لازم يكون موجود الحاج عامر والكلام يطلع مكتوب هو احنا مش يعني. نمنا انه خلاص يوم 12 يبدأ المعسكر بعد الماتشات ما الدوري؟ هو اللي اعلن ان في ماتش يوم 15 الحاج عامر. اللي هي المسابقات يعني الحاج عامر طبعا اللي هو ما إدارة هو المسابقات الحاج يعني. عامر مسابقات الرابطة برضه، مش ما هو ما هو يعني مسابقات الرابطة، انا اقصد مسابقات الرابطة. فما اعرفش هل هو هو ما فيش كان غيره حاضر. الحاج عامر اصلا. لا هل هو كان حاضر الاجتماع ده؟ لا انا ما اعرفش حاضر او مش حاضر، بس في ايوه الاخر انا بقول لك، ما هي عملية تنظيمية، بس هي عملية تنظيمية انه اكيد المفروض كان لازم يكون حاضر. انا ما اعرفش أو المسابقات والرابطه والحاج عامر بيشغلونا يعني، بدل ما نطلع ساكتين بنتكلم في اي حاجه بيشغلونا في اي بموضوع. حاجه زي ايه، اصل الحاجات مش هتخلص، ده كل ما تقفل حاجه تطلع لك حاجه، كل ما تقفل ايوه حاجه تطلع لك حاجه، الحاجات بتخلص طلع تاني ما مصدر بتخلص. بالرابطه قال لك مباراه الاهلي وانبي لن تقام 15 مارس. بص هو الاجتماع المفروض يبقى اجتماع مصور، تاني حاجه بيطالع هو ببيان الموضوع رسمي. صعب كده يعني يعني، لا اجتماع تنظيمي، هو وبيان تنظيمي، هو والتنظيم حتى تنظيمي الفكره صعبه للدرجه دي؟ ما احنا على حسام حسن عايز الناس من يوم 12 قفلنا الموضوع. ايا كانت الفكره صعبه او سهله اللي اتفقوا عليه يقولوه يعني. صح. يعني انت فاهم قصدي، ايا كانت وافقوا او ما وافقوش، حصل النهارده اجتماع كذا 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 وخلصنا ببيان كذا، حسام طلب كذا وعملنا كذا، او حسام طلب كذا واحنا اقنعناه انه لا، او رفضنا انه لا نلعب الجوله دي وبعد كده لعيبه الاهلي تروح لك مثلا، بس يكونوا طلعوا على اتفاق. لكن ما جهه بتعلن وجهه تانية بتعلن، هو ده اللي حصل اللغط فيه، فبيدوك مجال بس موضوع ده عادي؟ تتكلم ها فيه. لا لا عندنا عادي، انا لا مش عادي مصدوم، طبعا عادي مش يا مصدوم، انا اخي. بغطي يقول لك بقى. يا اخي ما تبقاش حنبلي قوي، هديك لا يعني انا براحتك. ممكن هو ده بص احنا اتعودنا مثلا النهارده تقول ايه، انه يوم كذا في مباراة كذا، تاني يوم بكرة تقول يوم كذا ما فيش مباراة كذا، اللي انت قلتها امبارح فيه، تطلع بعد 3 ايام تقول لا ده رجع. احنا بقيناش نقف قدام الحاجات دي يعني، فاهم لا ازاي ما يعني؟ بقيناش اتعودنا عليه خلاص. اتعودت خدنا عليك يا التطعيم، حبيبي. خدنا التطعيم، بس خدنا التطعيم ضد التنظيم. حلوة دي، تصدق ده سلوجان ده، خدنا ايوه التطعيم ضد سلوك. التنظيم.
بس يا ريس كابتن ضياء انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. اتكلمنا مع كابتن ضياء على موقف الاهلي ووجهة نظره في القصة دي.